أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، مخصصها للحديث عن تفاقم الوضع الإنساني واستمرار سيطرة الميليشيا على المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية. قالت الأمم المتحدة إن الوقود في السوق السوداء بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يباع بضعف الثمن الرسمي، ما فاقم الأزمة الإنسانية. وأضافت أن واردات الوقود اللازم لتشغيل مولدات الطاقة ومضخات المياه ونقل البضائع تراجعت بشدة خلال الأشهر الثلاثة مضاعفة من وقع الأزمة الإنسانية في البلاد. وكانت منظمات أممية قد اتهمت الحوثي بالاستيلاء على المساعدات الأممية وتجييرها لصالح جبهات الحرب بدلا من توزيعها على النازحين داخل البلاد. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: الوضع الإنساني وأثار استحواذ ميليشيا الحوثي على المساعدات الإنسانية، وموقف المنظمات الأممية من دور الميليشيا في مضاعفة الأزمة الإنسانية. تبدو صنعاء بعد 6 أعوام من الانقلاب مثخنة بجراح الحرب وعاجزة عن تأمين الأساسيات. تدور الأزمة الراهنة في هذه المدينة كما في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي حول المشتقات النفطية، قضية يستثمرها الحوثيون بكفاءة عالية لتعزيز اقتصادهم الموازي القائم على المتجارة بهذه المادة الحيوية وبيعها بضعف السعر الرسمي الذي تباع فيه المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الشرعية، كما تؤكد ذلك تقارير الأمم المتحدة. في خضم هذه الأزمة وفيما تستمر الآلة الحربية للميليشيا بالتحرك في مختلف الجبهات دون نقص يذكر في المشتقات النفطية، تسلط الميليشيا الضوء على المراكز الحيوية الأكثر تضرراً من الأزمة المرتبطة بهذه المشتقات كمراكز غسيل الكلى، وأهمها هذا المركز التابع لمستشفى الثورة العام، أكبر مستشفى حكومي في العاصمة صنعاء. أوصل لها أنا برضه تجي لي مشكلة أكبر، أحيانا يقتطع علينا الغسيل في نص الغسيل، يقولوا وقف المحطة، أيش السبب؟ قالوا ما فيش كهرباء. المنظمات الدولية تجمع على أثر الانقلاب الذي نفذه الحوثيون وصالح وما قاد إليه ذلك الانقلاب من حرب شاملة تدخلت فيها أطراف إقليمية بذات الأجندة التخريبية التي تضرب في كل الإمكانيات اليمنية، كالنظام الصحي الذي خرج نصفه عن الخدمة وأنهك النصف المتبقي تحت وطأة الاحتياجات المتزايدة للعلاج وتفاقم الأوبئة المحلية والعابرة للحدود. المشكلة الثانية لما تطفى وقطعة الديزل في تطفى الأجهزة بنجس نحاول نضطر إن إحنا أسبة الدم لا يتجلط نحركها بيدينا الأجهزة الأسبة تتحرك ونحاول نفعل قدر الإمكان، لكن ناشد جميع الجهات المختصة لأن تتحرك في هذا الموضوع وتحاول تنقذ الناس. وطبقا للأمم المتحدة فإن واردات الوقود اللازم لتشغيل مولدات الطاقة ومضخات المياه ونقل البضائع تراجعت بشدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما عمق الأزمة الإنسانية التي جعلت 80% من اليمنيين يعيشون على المساعدات، وأصبحت الطوابير الطويلة أمام محطة الوقود مشهدا مألوفا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. لا شيء يزعج الحوثيين أكثر من بقاء الإجراءات الصارمة التي تتبع في هذه الأثناء للتحكم بدخول المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرتهم، فقد رفضوا العمل بآلية الأمم المتحدة التي تقضي بإيداع عائدات الجمارك المفروضة على الواردات ومنها واردات المشتقات النفطية في حساب بفرع البنك المركزي بالحديدة تصرف منه مرتبات موظفي الدولة. الحوثيون لم يترددوا في إغلاق مطار صنعاء الدولي في ابتزاز واضح هدفه إرغام الجميع على إطلاق يدهم للتحكم بالمشتقات النفطية باعتبارها العمود الأساسي لاقتصاد أريد له أن يكون محركاً مهماً للحرب التي يخوضونها في أكثر من جبهة ضداً على اليمنيين ودولتهم وجمهوريتهم. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي طالب الحسني، وكذا من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان سيد نبيل عبد الحفيظ. وأبدأ معك سيد الحسني، يعني تقارير أممية تتهم ميليشيا الحوثي بمضاعفة المأساة الإنسانية من خلال مسألة بيع المشتقات النفطية والمواد الأساسية بأسعار مضاعفة خاصة في السوق السوداء، كيف تجد هذا الخبر؟ نعم، كنا نتمنى أولا وأنتم تعالجون هذه المشكلة إعلاميا أن تشيروا إشارة إلى أن هناك 15 سفينة نفط محتجزة في جيبوتي وفي ميناء جيزان منذ 100 يوم.
هذا هذا هذه السفن تحمل كمية هائلة من النفط ومشتقاته بشكل كبير، يعني جدا تعمل مشكلة هذه السفن، ليست سوق السوداء فقط. ثم نعود إلى موضوع الأمم المتحدة والاتهامات بأنه السوق السوداء وأسعار الوقود المضاعفة. كان قبل فترة كانت تقول أن وأيضا آخرون أنه حكومة صنعاء تمنع دخول القاطرات النفط التي تأتي من مارب أو تأتي من عدن، وبالتالي تصنع أزمة. لا يعني لا نعلم كيف نحمل حكومة الإنقاذ تهمتين متضادتين. سيد الحسني لكن أنت تحدثت على مسألة الوقود بشكل عام. يعني إذا ما تحدثنا عن الوقود بشكل عام، الغاز يأتي من مارب وليس من مكان آخر، ومع ذلك يباع بأضعاف السعر الذي يباع فيه من مأرب، من مناطق سيطرة يعني الحكومة الشرعية. وكذا في نهاية المطاف هناك أحاديث كانت بداخل يعني من قبل في مناطق سيطرة الحوثيين على أن هناك احتياطي نفطي كبير، فاطمئنوا أيها الناس، لكن ارتفعت الأسعار في المقابل. أين الاحتياط النفطي؟ 6 أشهر كافية بحسب بعض التصريحات. اليمن يعاني من أزمة حصار، وبالتالي تتضاعف الأسعار بسبب أزمة الحصار. يعني اليوم الذي الغاز الذي يأتي من مارب أولا يأتي بسعر عالي جدا ومرتفع، بسبب ماذا؟ ثم تقوم يأتي بسعر غالي ومرتفع جدا من مارب بتقارير من وزارة المالية ومن وزارة النفط والمشتقات النفطية بشكل عام، يأتي من مارب بسعر كبير جدا ثم ينقل بالقطارة. يعني دائما ويباع بأضعاف، يعني في صنعاء دائما وبقية المناطق يباع بأضعاف، يعني بالكاد يتم توفيره، بالكاد يتم توفيره، وبالتالي كان هناك أزمة كبيرة جدا مع القائمين على الغاز في مارب. وهناك مناشدات دائمة أنه حرمان اليمن من الغاز الذي يصرف إلى أماكن أخرى جريمة كبرى يجب أن يدانوا هؤلاء عليها. ثم الموضوع المشتقات النفطية، يعني أنا أستغرب أن الأمم المتحدة أو غير الأمم المتحدة أن تتحدث عن هذه الأزمة وتنسى تماما أن هناك حصار وأن هناك اختطاف في السفن وأن هناك مناشدات من اليمن دائما وأن هناك وقفات احتجاجية أمام الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء بسبب تطالبها بإدامة احتجاج السفن، ثم تأتي تتحدث عن السوق السوداء. لا يمكن حكومة الإنقاذ أن تقوم بصناعة أزمات لنفسها، ومع ذلك يعني إذا تم إيقاف القاطرات التي تأتي من عدن أو تأتي من أماكن أخرى، قالوا أنتم تمنعون دخول القاطرات النفطية وبالتالي أنتم تصنعون أزمة نفطية. وضحت النقطة. تم السماح لها بالدخول، قالوا هناك سوق سوداء. يجب أن تدينوا أولا اختطاف السفن واحتجاجها. لكن يعني أنت ذكرت هذا الأمر، لكن أيضا مسألة وجود السوق السوداء هذا أمر يجب أن تضبطه السلطات التي يعني تسيطر على منطقة ما. على كل حال قد نعود إلى هذه النقطة، لكن قبل ذلك أجدد الترحيب بوكيل وزارة حقوق الإنسان سيد نبيل عبد الحفيظ الذي ينضم إلينا من القاهرة. سيد عبد الحفيظ، يعني مؤخرا كثفت الأمم المتحدة من تقاريرها التي يعني تتهم الحوثيين بمضاعفة المأساة الإنسانية، لكن في المقابل يتحدث السيد الحسني كما سمعت قبل قليل، هناك سفن نفط محتجزة في جيزان، هناك أسعار يعني أسعار يباع الغاز من مارب بأسعار كبيرة ولا يصل صنعاء إلا بأسعار كبيرة، وهناك تضييق على اليمنيين في مناطق يعني مناطق صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين، ما رأيك؟ طبعا بداية خالص التحية لك ولجميع السادة المشاهدين. حقيقة أولا أنا لست أعني بالرد على هذا الشخص الذي يتحدث معك من بيروت، أنا فقط أريد أن أوضح أن ما وصلت إليه المنظمات الدولية في تقاريرها هو يعني لضيف الاحترام أيضا، هو يتحدث من بيروت معنا في هذه الحلقة، ويمكن أن توضح ما هي النقاط التي
كانت يعني خاطئه في كلامك. اتحدث معك مباشره اخي. تفضل. يعني العمليه يعني اوضح من ان يتحدث عنها اي شخص. الامم المتحده عاد هذا الكلام قلناه منذ سنوات مضت، ولم تقر به الامم المتحده الا بعد اجراء الكثير من النزول والتقارير وما شابه، وبعد ان تاكد لها بما لا يدع مجال لاي شك لما تقوم به هذه الميليشيات. هي تتاجر بكل ما يملكه الشعب اليمني من اجل مصالحها الذاتيه. يعني الان كل هذا الضغط، وكلنا نعلم ذلك، كل هذا الضغط وكل هذا التضييق على الشعب في هذه المناطق من اجل ادخال تلك السفن التي هي محور تفكيرهم الان، لانها تحقق لهم موارد ماليه معينه. النفط الذي يصلهم والغاز الذي يصلهم من المغرب يصل باسعار متدنيه جدا، ويبيعوه باضعاف اضعاف ما يستلمون. الجانب الاخر، يعني نحن تحدثنا في فترات سابقة وأوضحت حتى قنوات تابعة لهم أن هناك أكثر من 200 ناقلة أو قاطرة تحمل النفط على مداخل المدن، ومنعوها تحت مبرر سخيف أنها ليست، أنهم ما زالوا يتأكدون من مواصفاتها. يعني كل هذا يوضح هذا التلاعب. البيوت التابعة للميليشيات التي قزن فيها النفط هي دليل آخر على ما يفعلون من أجل إيجاد هذه الإشكالية. هم يتلاعبون بأقوات الناس. إذا كانت الأمم المتحدة تعترف اليوم بأنه قد تم سرقة أجزاء كبيرة من المساعدات التي يفترض أن تقدم للشعب اليمني، فما بالك بأي شيء آخر. سيظل هؤلاء يعبثون ويحاولون سرقة كل ما يمكن أن يقدم للشعب اليمني، كما يسرقون مرتبات الموظفين وكما يعبثون بكل أموال الشعب اليمني. لكن بالمقابل، يعني أين وصلت جهود الحكومة في تغطية الاحتياجات الإنسانية في المناطق الأخرى لإعطاء النموذج الذي يمكن أن يرفع السقف لدى الناس الموجودين في مناطق سيطرة الحوثيين؟ هكذا الإنسان البسيط قد يتساءل. هناك على الأقل في الفترة الأخيرة، يعني منذ أسبوع، تم صرف ما يساوي 200 مليون دولار إلى منظمات دولية، وستعمل مع منظمات محلية في إطار الجانب الإنساني وغيرها من الجوانب الخاصة بالاحتياجات الإنسانية. هذا جزء من الجهد الحكومي، وأيضا هناك ترتيبات مع كثير من الدول من أجل هذه العملية. لكن كما قلت، تبقى الإشكالية الكبرى أننا لا نريد أن نقدم كل هذه الأشياء لتصل في الأخير إلى جيوب الميليشيات ولا تصل إلى احتياجات الناس. تفضل بالبقاء معي سيد نبيل عبد الحفيظ. أعود إليك سيد الحسني. سمعت ما قاله سيد، يعني فيما يتعلق ب، وأرجو أن نركز على الحوار هنا أو موضوع النقاش، يعني فيما يتعلق بأن هذه يعني شماعات في نهاية المطاف، أيضا الحديث على أن المساعدات الإنسانية بالأخير لا تصل لمستحقيها، تصل للمسؤولين المرتبطين بالحوثيين وشلة قد ترتبط بهم، وقد يصل الفتات للمحتاجين حقا. يعني أنا كنت أتمنى أن يكون هناك معلومات واضحة. أولا، المنظمات الإنسانية لا تسلم أي مساعدات إلى أي جهة، وعندما تقول أن هناك عراقيل هي تقول أن هناك عراقيل لمنع وصول المساعدات. يعني وعندما تتهم جهات في العاصمة صنعاء تتهم أنها تضيق عليها في إيصال المساعدات إلى المواطنين وتشترط عليها. ونحن تحدثنا أكثر من مرة أن على المنظمات الإنسانية مبدئيا أن تتعامل مع العاصمة صنعاء باعتبارها سلطات وليس باعتبارها مجموعات مسلحة مثل ما تريد أن تعمل بعض المنظمات إرضاء للمانح، وهذا أمر واضح تماما. ولذلك تم تأسيس المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية لتنظيم وفق الدستور للعمل مع هذه المنظمات وفقا للدستور اليمني الذي ينص على أن المنظمات يجب أن تخضع
لقوانين تنظيم عمل المنظمات الإنسانية، وليس على هذه المنظمات أن تعود إلى السعودية أو إلى حكومة. لا، لكن لها أيضا الحق في أن تختار شركائها المحليين، أليس كذلك؟ لا، أم أنه يجب فرضها عليهم؟ يجب فرض السيادة على هذه المنظمات وعليها أن تتعامل. يعني ألا يمكن من القطاع الخاص اليمني شركاء من القطاع الخاص، أقصد منظمات المجتمع المدني غير المرتبطة بجهات معينة تفرضها سلطات الحوثيين لإنهاء الجدل؟ يعني سيد الحسني، هل أنت المهم؟ نعم. هل المهم هو وصول المساعدات للمستحقين، أم المهم يعني أخذ نوع من شكل من أشكال السيطرة على هذه المساعدات؟ أليس المهم إشباع من يحتاج في أي احتياج كان؟ لا يمكن يا سيدي العزيز، لا يمكن إطلاق اليد للمنظمات، يعني تقوم هي بكل شيء بما في ذلك المسوح، حتى الإحصاءات لا تريد أن تعود إلى الدولة. هذا لا يسمح به في أي دولة في العالم، لا يسمح به في أي دولة في العالم. عليها أن تتعامل مع السلطات الرسمية، وهي بالمناسبة هي تتعامل مع السلطات رغما عن أنفها، وهي وقعت اتفاقيات. يعني يبدو أن في نهاية المطاف إنسانية أكثر من غيرها. في 2003 يعني هي تتعامل، يجب أن تتعامل بمنطق السيادة لحكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة صنعاء. المنطقة الثانية أنه موضوع السوق السوداء وما شابه، أولا حكومة الإنقاذ هي المسؤولة عن إدارة المحافظات وإدارة أكثر من 23 مليون إنسان، وهذه الحكومة هي محسوبة على الحوثيين كما تقولون، بالفعل هي محسوبة على أنصار الله وعلى المؤتمر الشعبي العام، ومن من 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 مصلحتهم أن تحل أزمة المشتقات النفطية وأن يصل النفط إلى كل مكان، لأن الحصار هو جزء، والحرب الاقتصادية هي جزء من العدوان على اليمن، وما تريده السعودية ويريده التحالف هو أن يرى أزمات، وأن يرى هناك قطارات تنتظر النفط وقطارات تنتظر الغاز، هذا ما يريدونه، وبالتالي هم يريدون أن يعني هناك ليس هناك ممثل للتحالف أو السعودية أو الأمم المتحدة هنا حتى نستمر في هذه الاتهامات. دعنا نعود إلى السيد نبيل عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ، فيما يتعلق ب يعني الوضع، يعني أنتم إلى أي مدى تعولون على دور الأمم المتحدة في إيصال الاحتياجات الإنسانية في المناطق التي لا تقع تحت يعني سيطرتكم المباشرة، وإن كنتم تقولون يعني كحكومة أنكم مسؤولون عنها في نهاية المطاف؟ بالتأكيد نحن نتحدث، يعني فقط دائما ما تتحدث الدولة بمنطق أنها مسؤولة عن كافة أبناء الشعب. إذا كان دائما منطق الميليشيات وتصرفاتها دائما لا تسير إلا في إطار مصالحها ومصالحها الذاتية، يعني التي تصب في جيوب قادات هذه الميليشيات. في الأخير نحن رغم كل ذلك ما زلنا نتحرك مع الأمم المتحدة ومنظماتها على أساس أن هناك قرار أصدره مجلس الأمن منذ بداية الحرب على أن اليمن ضمن الفصل التابع، وبالتالي في المنظومة الدولية مسؤولية كاملة حول الجانب الإنساني، ولذلك نحرص كل عام في إطار لقاء أصدقاء اليمن على أن يكون هناك مبالغ كبيرة تقدم للمنظمات الدولية لإيصالها إلى المحتاجين والأسر المحتاجة في اليمن، والأسر التي تعاني المجاعة والإفقار الذي يأتي بسبب ممارسات وسياسات هذه الميليشيات. ولذلك حرصنا دائما على أبناء الشعب، لكن في نفس الوقت لن نقبل أن تكون كل هذه العملية الإنسانية وهذه الجهود في الأخير تجير إلى جيوب هؤلاء. نحن نقول على المنظمات الدولية أن تقوم بدورها وتقدم مساعداتها في الاتجاه الصحيح وبما يصل إلى الناس المحتاجين لها في الفعل، والذي يخفف آثار المجاعة ويخفف نسبة الفقر التي توالت وتزايدت على يد هذه الميليشيا. على تواجدك معنا، شكرا لك سيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أرحب بمن ينضم إلينا السادة المشاهدين بالسيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سامي للحقوق والحريات، معنا عبر الهاتف من فيينا. أرحب بك سيد الحميدي. إذن تقارير أممية تتحدث عن دور حوثي في مضاعفة المأساة الإنسانية في اليمن، كيف تابعت هذه التقارير؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. في حقيقة الأمر هذه التقارير ليست جديدة،
سبق وان تابع تقريبا الايام اليمن ولا المراقبين للشام اليمني على المستوى الخارجي مثل هذه الاتهامات، وخاصه البيان الذي صدر سابقا باسم منظمه الغذاء العالمي الذي اتهم جماعه الحوثي صراحه في هذا الجانب. وقبل ثلاثه اسابيع او اربعه او عفوا قبل ثلاثه ايام او اربعه ايام صدر تقرير جديد لمنظمه الحوثي ريد سووتش، وتحدث عن ان جزء كبير ربما من المساعدات التي من المفترض تصل الى افواه الفقراء اليمنيين تذهب الى جيوب بعض الناسبين لدى جماعه الحوثي او تذهب بصوره مباشره الى الجبهات. كان هنالك صور وتوثيقات وتحقيقات بما فيها التحقيق الذي اصدرته وكاله الانباء الامريكيه لوسيس بريتس. وبالتالي نحن اليوم نتحدث عن اشكاليه كبرى. الاشكاليه هذه اليوم ان جماعه الحوثي لم تعد المجتمع الدولي اي اهميه، كل يبدو انها تلعب بصوره يعني ادركت عقليه هذا المجتمع الغربي واصبحت تتعامل معه بنوع من الاستخفاف ونوع من القوه الموجوده على الارض، ولذلك لم تعد كثير من المكاتب الامميه العوده الى اليمن الا بشروط جماعه الحوثي. ولذلك الغريب في النداءات الأممية أنها ركزت على قلة التمويل ولكنها لم تركز على تبديل الآلية. وباعتقادي اليوم أننا يجب أن نناقش مع المجتمع الدولي آلية إيصال المساعدات، بمعنى هل الآلية الحالية ما زالت سائلة ومأمونة وسلسة في إيصال المساعدات أم أصبحت آلية معقوبة مشكوك فيها؟ ما هي مقترحاتك بخصوص ذلك سيد الحميدي؟ أنا باعتقادي اليوم يجب أن يتأسس اليوم يعني لو جاز فريق لإدارة هذه الأزمة من المنظمات الدولية والمنظمات المدنية الفاعلة الموجودة على المستوى الدولي والإقليمي بعيدا عن أطراف الصراع، ويكون هنالك. لكن في نهاية المطاف سيقول يعني سيقول من هو مسيطر على الأرض أي كانت الأرض هذه أنه يعني صاحب سيادة، وفي الأخير اليمن لا زالت تحت يعني في كل قرارات مجلس الأمن الإشارة إلى مسألة يعني الإبقاء أو الحفاظ على أمن اليمن ووحدته وسيادته. لا أحد اليوم يعترض على مجال السيادة. اليوم التقارير تتحدث عن أموال ذهبت إلى جيوب، أموال التقارير تحدثت عن رواتب. لا لكن هذا قانون دولي، كيف سنتجاوزه؟ ونحن لا نتحدث اليوم عن تجاوز القانون الدولي، نتحدث أن هذه الآلية يجب أن تكون بالتنسيق مع المجتمع الدولي. اليوم كان هنالك حملة أين الفلوس أحدثت نوع من الإرباك الكبير لدى حتى المنظمات الدولية. أنا باعتقادي اليوم يجب أن تستمر مثل هذه الحملات، ويجب على المنظمات الدولية أن تفتح آذانها جيدا للصوت الحقوقي والصوت المدني اليمني، ويجب أن يكون هنالك حوار ولقاء من أجل هذا الأمر. بدون ذلك أعتقد أن عملية الفساد ستستمر، ومع الوقت سنجد أن كثير من الممولين للشأن اليمني يقطعون هذا التمويل لأنهم افتقدوا الثقة تماما بالمجتمع الدولي، خاصة مع تقارير تؤكد فساد حقيقي موجود في رواتب وتأمين وتنقلات المسؤولين عن هذا الملف، إضافة إلى استغلال من جماعة الحوثي. اليوم من الذي سيدفع إذا كان هنالك تقارير تؤكد أنها تذهب إلى جماعة الحوثي؟ المجهود للحرب تقارير صورت لسيارات وصورت ل يعني صناديق موجودة في داخل الجبهات. إذا من الذي سيعطي اليمنيين هذا الأمر؟ وبالتالي على الأمم المتحدة قبل أن تنادي بنقص التمويل عليها أن تراجع الآلية. هذا يجب. طيب تفضل بالبقاء معي. لن تقاوم المجتمع الدولي. أنا باعتقادي جماعة الحوثي ليست أقوى من المجتمع الدولي، هذا الأمر يجب أن نخرجه من رأسنا. بالنهاية جماعة الحوثي مشتاقة للمجتمع الدولي، رضت ولا أبت، وبالنهاية ستخضع لو كان هنالك قرار دولي حقيقي. تفضل بالبقاء معي سيد الحميدي. أعود إليك سيد طالب الحسني، يعني ألا ترى أن الوضع بات يعني ليس فقط محرجا للحوثيين بل أكثر من ذلك، عندما يعني تكون هناك نوع من المزايدة بأن تصل المساعدات لمستحقيها في مقابل مسألة التحكم فيما يتعلق بمن يوصل هذه المساعدات، كيف تصل هذه المساعدات؟ في نهاية المطاف المجتمع الدولي لا يموت، اليمنيون يعني من يقول الحوثيين أنهم يتحملون مسؤوليتهم هم الذين سيموتون إن لم تصل هذه المساعدات وإن توقفت هذه المساعدات. نعم، أولا هناك حقيقة يجب أن تفهموها أن حجم المساعدات التي تصل إلى المواطنين هي نسبة ضئيلة جدا، يعني أقل من 20% أو ما بين 20% وأكثر نوعا ما.
يعني الأفضل ألا تصل مثلا؟ لحظة، نعم، لا دعني أكمل لك. البقية أين تذهب؟ تذهب إلى جيوب هذه المنظمة، تذهب إلى جيوب المصارف التشغيلية عادة 40% سيد الحسن. هذه المنظمة، ولذلك هناك إصرار من هذه المنظمات على أن تعمل في اليمن لأنها فاسدة، لأنها تفسد، وبالتالي اليوم يتم محاسبتها في اليمن لأنها لا يمكن أن تتاجر بأوجاع اليمنيين ومعاناة اليمنيين، وبالتالي هناك شكوى متعددة من اشتراطات، من شروط، من قيود، من لأنها تنهب. يعني أتعلم أن ما يسمونها يعني الوجبة أو للأسرة السلة الغذائية تسجل $300 بينما هي أقل من $100، وبالتالي كان هناك مطالبة بأن تدفع الأموال للمواطنين نقديا. طيب أين الوثائق سيد الحسني؟ إذا كان هناك فساد فالمفترض أن تكون هناك وثائق، أن تكون هناك وثائق تنشر ويتم محاكمة القائمين على هذه المنظمات الذين يفسدون، لكن أن يتم الحديث، يعني سيد الحسني دعني أوضح هذه النقطة فقط، دعني أكمل التوضيح النقطة. يعني إذا كانت الحوثيين مؤتمرات صحفية، هناك وثائق وهناك مؤتمرات صحفية تعقد دائما وأبدا، وهناك الكثير من الإجراءات. طيب لكن عندما تقول سيد الحسني أن يعني ما يصل للمحتاجين هو 20%، ما الذي سيضمن للناس أيضا ألا يقوم من سيأخذ دور المنظمات في إيصال هذه المساعدات ألا يعني يأخذ هذه المبالغ، وهناك شواهد على ذلك؟ يا سيد العزيز، هناك المجلس العربي للشؤون الإنسانية ينسق مع هذه المنظمات ولا يحل محلها وليس بديلا لها، إنما هو مساعد. هذه المنظمات حقيقة بضغط من السعودية وبضغط من بعض المانحين تقول لا يجب أن تتعاملوا معهم كسلطات شرعية، يجب أن تتعاملوا مع هذه مجموعة السلطات وأن تدخلوا إلى هذه الأماكن وأن لا تتعاملوا معهم على الإطلاق، أن تقوموا أنتم بالإجراءات. ومع ذلك هناك عملية تسهيل نوعا ما، يعني تعلم أن 90% من موظفي هذه المنظمات هم من خارج اليمن، يعني هم ليس من اليمن، ويرفضون دائما إشراك اليمنيين في عملية يعني ليس لدي العلم الكافي بذلك، لكن في نهاية المطاف هناك شروط يمكن التوافق بها وفقا للقوانين المحلية، هم في نهاية المطاف لا يمكن العمل دون تلبية المتطلبات المحلية. أشكرك على كل حال سيد طالب الحسن. يعني لا تتعبون، حتى لا تتعبون، هم يوقعون اتفاقيات أيضا مع حكومة الإنقاذ الوطني رغما عنهم، لأنهم يعني لأنهم فاسدين، واليمن يحتاج المجتمع الدولي مثل ما يقولون يحتاج هذه المنظمات. شكرا لك، شكرا على تواجدك معنا. هناك المزايدة. شكرا على تواجدك معنا سيد طالب الحسن المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. بعودة أخيرة إليك وسريعة سيد الحميدي، لأي مدى يمكن أن تثمر هذه الضغوط الأممية في مسألة حلحلة يعني تخفيف أسعار المشتقات النفطية، إيصال المساعدات بشكل أكثر نجاعة للمستهدفين؟ لا أنا أعتقد بحقيقة الأمر أن الأمر لن يطول، وربما سيعودون باتفاق معين يتم الإعلان عنه، لكن هو لن يحل الأزمة. قضية المشتقات النفطية والأزمة الموجودة في اليمن بسبب الحرب وإدارة هذه الحرب بدرجة أساسية، هذه المشكلة. لذلك أنا أعتقد أنه يجب يعني من أجل حلحلة هذا الأمر كان من المفترض أن يتم تطبيق اتفاقية ستوكهولم الشق المتعلق بالجانب الاقتصادي. يعني أين ذهبت على سبيل المثال إيرادات الحديدة، الأموال التي في البنك المركزي، قصة الرواتب، حساب مدينة تعز؟ هناك اليوم للأسف الحوثيين تحول الطفل المدلل لدى المجتمع الدولي، يتم تنفيذ جزء بسيط من اتفاقية ستوكهولم المتعلقة بوقف الحرب في الحديدة بينما الناس قد تناسوا كل بنود اتفاقية ستوكهولم. الموضوع الأزمة الإنسانية حتى للأسف الشديد أخرجت الأزمة اليمنية من إطارها الحقيقي، إنها أزمة ثورة وانقلاب ضد الشرعية، إلى أزمة بطون جائعة ويريدون أن يسوقها ويمدون أيديهم للناس على هذا المستوى. لا يجب أن يعود الأم إلى نصابها، ويجب أن تطلع الحكومة والمجتمع الدولي بدوره، خاصة التحالف العربي اليوم الذي دخل هذه الحرب وقادر باعتقادي أن يدير الأزمة اليمنية بحرفية بحكم يمتلك الأموال ويفرض الحصار الجوي والبحري إلى غير ذلك، تم في الدخول والخروج. لدينا موارد عدن
وكثير من المعقلة وكثير من القوالب الاقتصادية اللي يمكن أن تشتغل. الأزمة الاقتصادية تحتاج حدود جذرية أساسها وقف هذه الحرب أو إدارتها بطريقة مغايرة جدا. أما أنه يعني نحاول أن نحصر الأزمة الإنسانية بالأزمة التي تحدث بين الأمم المتحدة والمساعدات التي تأتي تذهب أغلبها الموظفين لجيوب الحوثي، أعتقد هذا أمر منافي للحقيقة تماما. شكرا لك رئيس منظمة سام للحقوق والحريات سيد توفيق الحميدي، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.